ولذلك بين الحين والآخر ترى رسول من الرسل، نبي من الأنبياء، يرسله الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه بشريعة من الشرائع لكي يبلغها للناس، فيأتمر الناس بأمره وينتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. سلسلة طويلة من النور، وسلسلة طويلة من العطاء الإلهي الممدود إلى البشرية، النور النازل من السماء إلى الأرض عن طريق هؤلاء الرسل الكرام. نحن عندما نبحث في القرآن الكريم نجد بأن القرآن الكريم قص علينا بالأسماء 25 رسول. نحن نؤمن بهؤلاء الرسل تفصيلا بهذه الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم، ولا يقبل منا إيمان أبدا إلا بأن نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم بأن هؤلاء رسل من الله عز وجل. ومنهم بطبيعة الحال سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أمام حلقة سيدنا عيسى من حلقات النبوة، من حلقات الرسالة المشرفة، حلقة من حلقات النور الإلهي إلى الأرض لكي تستنير البشرية بهذا النور. فالرسل جميعا على هذا المنوال. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء عندما صلى بالأنبياء إماما كان يكمل هذه الحلقة من حلقات النبوة النورانية. وعندما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة، فأخذ الناس يطوفون حول البيت ويقولون لأجل هذا الاكتمال البنائي، اكتمال الجمالي، اكتمال الأخلاقي، هل لا وضعت هذه اللبنة؟ يعني البيت كويس وجميل وممتاز لكن اللبنة ناقصة فقط، هل لا وضعت؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. على هذا الأساس إذن أنت تفرح كإنسان بمولد أي رسول من الرسل لو علمنا تاريخ مولده، أو حتى لو اختلفنا في تاريخ مولده، هذا لا يقتضي أبدا بحال من الأحوال نفي الاحتفال ونفي الفرح، لأن القرآن الكريم أرشدنا أيضا إلى أنه كلما حلت بالإنسان نعمة عليه أن يفرح بهذه النعمة وأن يشكر ربه عز وجل، فبذلك فليفرحوا. هل ميلاد الأنبياء والمرسلين يمثل نعمة؟ بلا شك نعم، يمثل نعمة كبيرة للبشرية، هي النعمة المنقذة والأخذة بيد الإنسان، المنقذة من الضلال إلى النور، النور وإلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلمات إلى النور. هذه في الحقيقة تمثل نعمة كبيرة سيلة. طبعا وبلا شك أنها نعمة من هذا الجانب ومن غيره، ولذلك وجب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أرسل آدم، ونحمد الله أن أرسل إبراهيم وموسى وعيسى، وأرسل النبيين جميعا إلى البشرية. هذه نعمة كبيرة في تاريخ الإنسانية، ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فيحق لنا نحن جميعا أن نفرح بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، الرسول الذي أرسل إلى طائفة من الناس وأرسل إلى الناس لكي يبين لهم طريق الهدى والرشاد.